مرحبا بكم في الحلقة رقم 20 من ركن السيارة في المكان المخصص لها. إذن على بركة الله، المكان ناقل سرعة إلى الوراء أو إلى الخلف إلى الأمام، يجب أن نعيد مجددا. ناقل السرعة إلى الخلف هكذا بسرعة، أكدنا أن الموس الحاجز هنا، أكدنا أن الموس الحاجز. ببطء ناقل السرعة إلى الخلف هكذا ببطء، ثم إلى الأمام. أي لقد لمسنا الحاجز، سوف نعيد مجددا. تابعوا معنا، هل نستطيع ركن السيارة؟ هل سننجح؟ هل سننجح في ركن السيارة؟ ننظر ماذا يوجد في الخلف، ثم إلى الأمام. ناقل السرعة إلى الأمام، نسرع قليلا. وها هو خط النهاية، لقد وصلنا. شكرا لكم، لا تنسوا مشاهدة الحلقة 21. إلى اللقاء. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things